الجسم المثالي الذي يشبه كثيراً شكل الساعة الرملية هو ذلك المظهر المتناسق الذي تسعى إليه كل الفتيات، وبالفعل فإنه يتسم بالجاذبية، الأنوثة والتناسق. لهذا قررت أن أساعدكن في هذا الفيديو على تغيير شكل جسمكن من جسم نحيف إلى الشكل المثالي الرائع والمتناسق، وذلك بواسطة التمارين المناسبة لهذا الهدف. وسوف أخبركن في نهاية الفيديو النظام الغذائي الذي سيساعدكن على تغيير شكل الجسم في وقت وجيز، ويجعل جسمك يستجيب للتمارين ويكتسب العضلات ويصبح مقسما ومشدودا. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. الجسم المستطيل هو جسم يكون نحيفا من كلا الجزئين العلوي والسفلي، أي أن أصحاب هذا الجسم يعانون من النحافة. وللحصول على قوام متناسق ومثالي فيجب عليك أولا اتباع نظام غذائي مرتفع السعرات الحرارية، وتبدأين في القيام بتمارين المقاومة التي سوف أرشدكن عليها في هذا الفيديو، ويجب القيام بها 4 أيام في الأسبوع على الأقل. وأفضل جدول تمارين للجسم النحيف: اليوم الأول تمارين الجزء العلوي، وفي اليوم الثاني تمارين الجزء السفلي، اليوم الثالث سيكون راحة تامة، اليوم الرابع تمارين الجزء السفلي، واليوم الخامس تمارين الجزء العلوي. يتم أداء كل تمرين 4 جولات، وكل جولة من 10 إلى 12 تكرار، وبين كل جولة وأخرى راحة 30 ثانية، وبين كل تمرين وآخر راحة من دقيقة إلى دقيقتين. ويجب الالتزام بهذا البرنامج حتى تحصلنا على النتيجة المرجوة.
تمارين الجزء السفلي من الجسم. تمارين البطن. إذن كان هذا هو برنامج تمارين المقاومة لاكتساب الوزن، وليصبح شكل جسمك كورفي الجسم المثالي. ومن المهم جدا الاهتمام بنظامك الغذائي، فيجب أن يكون غني بالبروتين، وكمية البروتين التي يجب أن تتناوليها في اليوم هي 2 جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزنك. فإذا كان وزنك هو 50 كيلوغرام، إذن عليك تناول 100 جرام بروتين في اليوم. أما أهم مصادر البروتينات سوف تجدينه في الدجاج، البيض، اللبن، اللحوم والقطاني. لا تمنعي أي عنصر غذائي من نظامك، فيجب تناول الدهون الصحية ولكن بكميات منخفضة في حدود احتياجك اليومي. ويجب أن تبتعدي عن أي دهون مهدرجة أو سامة، والتركيز على الدهون المفيدة من مصادرها الصحية مثل المكسرات، الأسماك، زيت السمك أو الأوميغا 3. تناولي الكربوهيدرات المفيدة وفي حدود احتياج الجسم اليومي من السعرات الحرارية، لأنها تمد جسمك بالطاقة، ومن مصادرها الصحية القمح، الأرز، البطاطس والخضروات. وفري لجسمك الفيتامينات والألياف من الفواكه والخضروات الورقية. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودمتم بخير.